اليوم ندشن خدمة الجواز الصحي بالتعاون مع الشريك التقني الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا بقيادة أخي معالي الدكتور عبد الله شرف، والتي كانت شريك لنا منذ بداية الجائحة في كل التقنيات التي ساهمت بفضل الله في التحكم والسيطرة على هذه الجائحة وتقليل آثارها، ولله الحمد. بمشيئة الله هذه الخدمة سوف توفر خدمات للاستفادة منها من جميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على اللقاح.